متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ Question: Quand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né? ولد في عام الفيل. كان الناس في ذاك الزمن لا يوجد تاريخ هجري. كانوا يؤرخوا بالأحداث، يعني يقولوا هذه السنة حدث حادث أن جيش من اليمن معهم الفيل أرادوا هدم الكعبة. في هذا العام ولد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي محمد صلى الله عليه وسلم إني دسالنا كنوا بيل لانيل إليفان. لانيل إليفان. Arabes n'ont pas bon système d'adzot. Tout à tasot bon date avec bon l'événement qui n'arrivait. Et l'année que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est l'année que Abraha est venu avec bon l'éléphant pour les grâces, pour les grâces Kaaba. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est né de sa l'année. C'est ça que dit nous, qui est né dans Amul Fil, dans l'année que j'appelle ça l'année l'éléphant. أراد الله سبحانه وتعالى أن الناس الذين كانوا في هذا العام أن يلتفتوا إلى هذا البيت، سيحدث شيء وهو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. حمى الله سبحانه وتعالى في هذا العام البيت الحرام مكة من عدوان هؤلاء الظالمين، فهلكوا عن بكرة أبيهم، لم يبق منهم واحد. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. نعم. لجنوكي الله سبحانه وتعالى سازز يتيانوي كتيمون يكت سالانوا أكوزي لانوا لابو الرسول صلى الله عليه وسلم يبيال مانيسانس إلي كان جل وعلا إن بدري سبن سلامي أبراها جوسا إن فيزو كت لبوتانس كي سالا كازيانا